سهرة اليوم الثاني من ليالي مهرجان الموسيقى والأغنية الشاوية بخنشلة استهلتها فرقة قدمت من غرب ولاية باتنة المعروفة بطابعها الفولكلوري المميز، تعرف باسم فرقة الرفاعة. الرفاعة جبل من قمل جبل الأوراس الأشم، احتضن الثورة واحتضن المجاهدين أثناء حرب التحرير. فالمنطقة الغربية لولاية باتنة تمتاز باللحن السلطاني الفاطمي، يعني طبعين متساويين، هو لحن عالي جدا جدا يساوي قمم جبل الأوراس. المهرجان أبان عن أصوات شبانية محلية واعدة كعاد البدلح صاحب التتويجات المتعددة. 17 سنة في الميدان الفني ولم أدخل السوق لسبب أنه في ولاية خنشلة ما عندنا استوديو. أما عادل الشرق ابن خنشلة فغنى شيئه وشيئا من التراث. عندي ألبوم غنائي إصدار سنة 2015، غنيت الأغاني اللي متواجدة فيه. أيضا إضافة إلى ذلك، إحنا الأغاني اللي نغنيهم بصفة عامة الشاوية هي تعتبر أغاني تراثية، ما ليست ملك يعني ولا حكر على أي كان. السهرة الثانية من ليالي المهرجان ختمها الشاب الزبير من الجارعين مليلة في انتظار أسماء أخرى في الليلتين المتبقيتين.